عام 47 صنع فاديناند بورشه وابنه فيري أول سيارة تحمل اسم العائلة، إنها سيارة بورشه 356 التي وضعت حجر أساس الأسطورة. ازدادت مبيعات سيارة 356 والموديلات اللاحقة بسرعة كبيرة. بعد النجاح الكبير لبورش 356، بدأ الحديث عن الفئات التالية والأكبر من السيارات الرياضية، ومنها 550 سبايدر. سيارة سبايدر مستلهمة من سيارة جلوكلا بورش التي صنعها تاجر السيارات فالتا جلوكلا. فازت السيارة الرياضية ذات محرك بورش ببطولة ألمانيا 3 مرات. حاول مهندس بورش تصنيع النموذج المثالي لسيارات السباق من خلال سبايدر 550، لذا اعتمدوا آلية جناح الطائرة الذي يتميز بخفة شديدة ومقاومة ضئيلة للهواء. في النهاية يبدو هيكل السيارة المنخفض كغطاء يدعم انطلاق المحرك ومجموعة الحركة. استعان المهندسون في تصنيع قاعدة الهيكل بأجزاء من بورش 356، لا سيما نظامي التعليق الأمامي والتوجيه والعجلات والمكابح. من أهم ما يميز سبايدر هو محرك فورمان رباعي الاسطوانات بثماني شموع احتراق. تبلغ قوة المحرك 110 أحصنة بسعة 1.5 لتر. حاولت بورش إظهار قدرات سيارتها الرياضية الجديدة عبر سباق كاريرا بان أمريكانا في المكسيك عام 54، ورغم عدم وجود المال الكافي لتمويل السباق، إلا أن هوشكا فون هانشتاين سائق سباقات بورش تألق على حلبة السباق. نجح هوشكا فون هانشتاين آنذاك في تمويل أولى السباقات التي شاركت فيها سبايدر 550 بطريقة مبتكرة. فالسيارات التي كان يرسلها إلى أمريكا كانت تستخدم من قبل الشركة، ثم يتم بيعها مباشرة، والعائد يوظف في تغطية مصاريف النقل وباقي التكاليف، كما حدث في سباق بانامريكانا. اعتمد فون هانشتاين فكرة أخرى، وهي كتابة أسماء 2 من الرعاة الكبار على السيارة في أول تسويق رسمي لسيارة سباق. في النهاية احتلت سبايدر 550 الصغيرة المركزين 3 و4، ولم تتفوق عليها سوى سيارتي فيراري بمحرك ذي 12 اسطوانة. كانت النجاحات العديدة التي حققتها بورش آنذاك بموديل 356 و550 أفضل وسيلة دعاية يمكن للشركة اختيارها للترويج لسياراتها، الأمر الذي انعكس بدوره على حجم المبيعات. تحولت سيارة بورش 550 سريعاً إلى السيارة المحببة للأثرياء والمشاهير، إذ أن ثمنها المرتفع يجعلها أكثر ملائمة للأغنياء. انطلق السائق الإيطالي أومباتو ماجليولي بسيارة بورش 550 A الجديدة في سباق تارغا فلوريو عام 56، وتقدم على منافسيه بفارق 15 دقيقة ليحقق بذلك أول فوز شامل بسبايدر في سباق دولي. تسبب حادث مأساوي في زيادة شهرة سبايدر 550، وتحديداً في 30 من سبتمبر 55 وفي الساعة 5:58 مساءً، إذ سجل الممثل جيمس دين نفسه في سباق للسيارات في سالينس بالقرب من مونتيري، وهو على الطريق في رحلة من لوس أنجلوس إلى شمال كاليفورنيا. كان نجم هوليوود الشاب وقتها مولعاً بالمحركات القوية. بعد انتهائه من تصوير فيلم جيجانتن، حصل على سيارة سبايدر 550 جديدة مقابل سيارته بورش سبيدستر. في 5:59 اصطدم الدين بسيارته السبايدر 550 عند أحد التقاطعات مع سيارة فورد لم يرى سائقها سيارة البورش المنخفضة في عتمة الغروب. ساهم الحادث في صنع أسطورة السبايدر 550 بدرجة لا تقل عن نجاحات السيارة في سباقات السرعة.